ديسمبر 1957 لويزا إيري لحريس 21 سنة طالبة في البسيكولوجيا ومضروبة بخمس رصاصات موجودة في زنزانة العاصمة. اقتلني لو كان انت راجل هي الجملة الوحيدة اللي قالتها العسكري اللي كان يعدف فيها مدة 3 شهور. بالصح شكون هي لويزا إيري لحريس؟ من مواليد 22 أود 1936 في وجدة بالمروك، الويزات تنحدر من عائلة ديكزير في تيزي وزو. كبرت وقرات في ألجي، وفي 1956 كي كان عمرها 20 عام دخلت في صفوف المجاهدين بعد نداء الأفلان للطلبة اللي داروا إضراب كبير وطلعوا بزاف منهم للجبال. كان اسمها الثوري ليلى، وحاربت في منطقة العاصمة وضواحيها حتى لسبتمبر 1957 وين حكموها الجيوش الفرنسية في الشبلي قدام البليدة. عانت لويزا إيري لحريس من كل أنواع التعذيب الوحشي، وتم اعتقال كل عائلتها، إماها، باباها وخوتها. عذبوا إماها وجربوا حتى يقتلوا أخوها الصغير اللي كان عمره 3 سنين قدام عينين إماهم. بعد 3 شهور من التعذيب قدرت لويزا تهرب بمساعدة طبيب فرنسي اللي اداها للسبيطار باش يداويها، وهكذا سلكت من أيادي معذبيها. بالصح قعدوا يبعثوها من سجن لوحدة أخر، راحت للسرقاجي في القصبة ومن بعد للحراش، وزادوا بعثوها للحبس في فرنسا من مارسي باري حتى الجزيرة كورسيكا في الجنوب. وما قدرت تهرب غير في فيفري 1962 ورجعت للجزائر وين ولات تخدم كطبيبة نفسانية. لويزا إيري لحريس معروفة أيضا بمواقفها ضد التعذيب، كما في سنة 2000 وين نشرت في جريدة لوموند الفرنسية مقال تحكي فيها وش عانت من تعذيب في صورها من طرف المستعمر. هذا وش دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يعترف أن الاستعمار كان جريمة ضد الإنسانية، وفتحوا قناة جزئيا للأرشيف ديال حرب التحرير الوطني للمؤرخين. لويزا إيري لحريس في عمرها اليوم 84 عام، وما زالها تحوس على ذاك الطبيب اللي عاونها في صغرها. هذه المجاهدة الكبيرة القادرة والشهيرة تمثل كامل الناس اللي ما خافوش يرفضوا السلاح ويطلعوا للجبال في وقت حرب التحرير الوطني، ونقعد نفتخروا بهم بشجاعتهم. ومنحكي على الزمان نبعدوا تحية عرفان واحترام لكل من خلانا اليوم نعيشوا في طمأنينة وسلام.